السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم من جديد على قناة الجالية 24 والصفحة ديال الفيسبوك صدى المغتربين. رسميا الإخوان، غدا إن شاء الله انطلاقة تقديم عقود العمل الغير موسمية موديل بي 2020 اللي فيها الأوراق وفيها الخدمة إن شاء الله. غدا إن شاء الله مع 9 ديال الصباح غادي يكون اول كليك داي واول تاريخ لتقديم الطلبات، وحنا عرفنا كاين 3 ايام ديال النقر السريع و 3 ايام ديال تقديم الطلبات. جوج شهر 12 اللي هو غدا ان شاء الله يوم السبت، عقود عمل غير موسميه التقديم ديالها مع 9 ديال الصباح موديل بي 2020. وربعة ان شاء الله في شهر 12 بالنسبه للبادانتيول دوميستيكو خدم البيوت اسيستنسا فاميلياري وكذلك لا كونفرسيوني. وبالنسبه ل 12 شهر 12 ان شاء الله راه كاين تقديم ديال الطلبات اللي هما عقود موسميه موديل السي في الفلاحه والسياحه والفندقه. وجيب لك كذلك واحد الخبار اللي هي زوينه، اخبار مفرحه على الالغاء ديال المواعيد. الناس كتدخل كتقول لي عمد اشنو كاين، واش كاين شي جديد على الناس اللي تلغاو لهم المواعيد في 2024. قبل ما نبدا الاخوان كنبغي نشكر جزيل الشكر الناس اللي كتقترح اسم هذه القناه هذه ديال الجاليه 24 وكذلك اسم الصفحه ديال الفيسبوك صدى المغتربين، كتقترحها على الاهل والحباب والعائله والاصدقاء ديالها، وشكرا لكم كاملين الاخوان. غادي ندخل في الموضوع وفي التفاصيل، كذلك كاين نصائح وكاين بزاف ميدقال، سمع معايا مزيان ان شاء الله. نتمنى تكونوا كاملين ان شاء الله باغي ندفعوا غدا، وبالاخص هذا الموديل هذا اللي هو فيه الوراق وفيه الخدمه. بالنسبه لغدا ان شاء الله الاخوان مع 8:35 غدا جوج شهر 12 اللي هو يوم السبت، غادي تفتح السيت مع 8:35 وغادي تسد مع 8 ديال العشيه. 8:35 ديال الصباح غادي تفتح، 8 ديال العشيه غادي تسد. الباترونات ولا مكاتب يعني الطلبات ولا الخدمات ولا يعني كيقدموها الطلبات هادو ولا المحاسبين ولا المحامات كيديروا طلبة ديال ذكريات وفلوسي، غدا ان شاء الله او اي واحد يعني كان عنده شركه ولا باترون او اوتونومو عمل حر كيعمل كيخدم حسابه الخاص، غادي يوجد الكمبيوتر ديالو الجهاز ديالو، غادي يخليه يتكاريكا يعني على خاطرو. 8:35 غادي يدخل موقع وزاره الداخليه البورتالي سيرفيسي السبورتيل اونيكو اميغراسيوني ويشوف طلب اللي عنده فيه دا انفياري يعني موجود للارسال والنقر السريع مع 9 ديال الصباح الاخوان. مع 9 ديال الصباح ان شاء الله كنتي باغي تدفع هذا النوع ديال العقود اللي هو موديل بي 2020، عقود عمل غير موسميه في القطاعات كذلك اللي غادي نشارك معاك. نتغدى ان شاء الله خاص ضروري السيد وسيط سمسار باترون محامي محاسب اللي كان خاصو ضروري يسلك الروسي باش تشوف فيه الاسم والنسب ديالك، اسم والنسب ديال الباترون، نوع العقد والبروفينشا يعني فين دفع لك هذا العقد هذا، واللي تركز عليه مزيان وهو شوف الاسم والنسب ديالك. اللي يكون فيه شي خطا ولا شي حاجه تواصل هذيك الساعه وفي الحين مع الباترون ولا الوسيط، قول له راه كاين شي خطا ونتمنى ما يكونوش اخطاء باش ما يخرجوش لكم في نولا وسط الاخوان. غدا ان شاء الله خذ الروسي ديالك ولا بغى يدير معاك المزيان هذاك الوسيط ولا السمسار، وتحياتي لهم كاملين، ولا الباترون ولا شي حد متدخل لك في المثال، لا بغى يدير معاك المزيان ما يرسلش لك غير الروسي، وانما يرسل لك طلب كامل اللي كيحتوي من غير الروسي، الروسي ورقه واحده والطلب كامل اللي كيحتوي على ممكن من 6 حتى 8 الصفحات فيهم طلب ديال الكونترا ديالك باش تعرف فين دفعتي ومعاش دفعتي ومع من دفعتي واش من شركه واش من خدمه اش من دومين وبشحال غتخلص عدد الساعات فين غادي تسكن وبزاف ديال المعلومات في هذاك الطلب. حاله ما الا بغى يدير معاك مزيان ويرسل لك طلب كامل من غير الروسي ديالك. واللي مهم بزاف الاخوان وهو انك تدفع في الوقت مع 9 ديال الصباح والطلب ديالك يدخل الحصه ويدخل الكوطا، دخل الحصة ديال هذيك العمالة. شوف شحال عطاو، غادي نشارك معكم الحصص ديال كل عمالة إن شاء الله، ويكون الباترون ديالك مريقل عنده جميع الوثائق ما كتنقصو حتى شي حاجة. المهم وهو الطلب ديالك يتقبل، يدخل المعالجة باش تخرج الكونترا إن شاء الله. دابا أنت غادي تسولني شحال طالبين
من عقد او من كونترا غدا ان شاء الله باش يكون تقديم ديالها. اسمعوني مزيان الاخوان، بالنسبه طالبين شحال من عقد يعني غير موسمي موديل بي 2020، 52770 اللي طالبين، حيد منها 680 ديال دخول الناس اللي باغيين يديروا اعمال حره اللي اوتونومي. ها 52770 عقد عمل غير موسمي موديل بي 2020، حيد منها واحد 680 ديال الناس اللي باغيين يديروا اعمال حره. في الطلبات اللي عمرو كيف ما شاركت معكم البارح، عمرات الاخوان وموجوده للنقر السريع كيف ما قلتكم البارح، راه العدد اللي هو هائل وصادم، 253473 موجوده كلها، ربما اكثر. هذا الشيء كان يعني البارح، راه غادي تزاد الاخوان، موجوده للنقر السريع غدا ان شاء الله 253473 طلب عامره موجوده للكليك داي مع 9 ديال الصباح، وهما طالبين في هذا النوع ديال الموديل غير 52770. يعني اكثر هاد الطلبات اللي هما موجودين غير الغدا بلا 4 في شهر 12 بلا 12 في شهر 12 اكثر من العدد الاجمالي اللي هما باغين في الدكريتو فلوسي كامل في القانون ديال 2023 طالبين غير 136000. يعني كما تنقول لك دائما، دخل حصه الكوطا، كل باترون ناضي تخرج لك الكونترا ان شاء الله. للتذكير غادي نذكر، لان الناس كيقولوا لي شحال طالبين العقود الموسميه ان شاء الله، وغادي يجي داكشي تدريجيا، وغادي بقى ديما نشرح لكم نهار ثاني قبل 4 شهر 4 بيوم غادي نشرح لكم على البادانتي، وقبل 12 شهر 12 بيوم غادي نشرح لكم العقود الموسميه. للتذكير فقط، الطلبات الموسميه اللي هما موديل سي 260953 طلب اللي هي عامره وموجوده للنقر السريع نهار 12 شهر 12 للعقود عام الموسميه، ولكن شحال طالبين من كونترا للعقود الموسميه؟ طالبين غير 82550. اما بالنسبه للبادانتي، الناس كتسول كذلك على البادانتي، 86074 طلب جاهز ان شاء الله للنقر السريع نهار 4 شهر 12، ولكن هما طالبين غير 9500 الاخوان. يعني ضروري تدخل الحصه والكوطا باش يتقبل لك طلب. غدا ان شاء الله غادي يكون مع 9 ديال الصباح انطلاقه تقديم طلبات عقود عمل غير موسميه موديل بي 2020 في القطاعات ولا السيطورات ولا الدومين اللي غادي نشارك معاك دابا. كاين البني، كاين الصباغ، كاين التريسيان، كاين البلومبي، كاين الحلاق، كاين الكوافورات، الميكانيك، الاغذيه، الاتصالات، كاين بناء السفن، كاين الفنادق، وكاين الصيد البحري. اما بالنسبه للبادانتي راه حتى هما عقود عمل غير موسميه، ولكن عندهم موديل اخر اللي هو سميتو ابيس. هذا البادانتي هادو دوميسيكو، الناس اللي هما مدخلين مع العائله ديالهم ولا الاصدقاء، غادي يكون كيف ما قلنا 4 شهر 12 مع 9 ديال الصباح الاخوان. بالنسبه للخبر المفرح وخبر زوين بالنسبه للناس اللي هما تلغاو لهم المواعيد ديالهم في 2024، منين هما يتسناو جاهم ميساج ولا ايميل ولا جاهم واحد الجيميل كيقول لهم بان راه الموعد ديالك تلغى. علاش؟ لان الكونترا ما كاينش في السيستم، ولا القنصليه ديال الدار البيضاء ديال كازابلانكا ما توصلاتش بالكونترا ديالك. كاين ناس، كاين دراري اللي داروا مجموعه كتخص ولا كتهم غير الناس اللي تلغاو لهم المواعيد، اللي تانوا لو لهم مواعيد ولا تما مجموعين وكي يتذاكروا بيناتهم. عندي هذا الميساج كيف ما كتشوفوا، يعني راه شاركوا معايا واحد الاخ ربما داخل هذيك المجموعه، دار له سكرين ورسلوا لي، قال لي خويا شوف اشنو كاين، راهم بداو كيرسلوا في ميساجات للناس اللي هما تانوا لو ليهم المواعيد الاخوان، كيقولوا لهم بان راه خطا تقني. غادي نقرا عليك اشنو كيحتوي هذا الميساج هذا، ولا يعني الشرح ديالو، وراه ممكن كلكم ان شاء الله في حاله ما الا ما عندكش كونترا مزوره ولا لا كانت في السيستم وكان فعلا غير واحد الخطا اللي هو تقني او فني، الكمبيوتر بدا كيرسل في هاد الميساجات اللي هي عشوائيه الاخوان، وكاين اللي جا حتى للطاليان عاد جاه الجيميل ولا ميساج ديال رفض. البارح شبعنا ضحك في الصفحه ديال صدى المغتربين، حطيت واحد المنشور، سيد جا للطاليان عاد جاه ميساج ديال الرفض بان الكونترا ديالك راها ما كايناش في السيستم. داكشي بصراحه عشوائي.
هذا الولد كان عنده كيف ما قلنا الموعد في 2024 وتلغى ليه جه ميساج ديال الرفض. كي يتفاجأ ميساج اخر ديال اسمح لينا ودي رحنا غلطنا، راه السيستم ولا الكمبيوتر بدا كيرسل يعني كاين واحد الخطأ تقني. عزيزي مقدم الطلب، يرجى تجاهل البريد السابق بخصوص تأكيد الموعد الذي يحتوي على تفاصيل التاريخ والوقت غير الصحيحة بسبب حدوث خلل تقني، وسنعيد إرسال خطاب التأكيد قريبا مع تفاصيل الموعد الصحيحة. كيف ما كتشوفوا الإخوان، الناس اللي هي مضرة، وأنا كنت هضرت على الموضوع لأنه موضوع حساس وخاصنا نهضروا على هاد الناس هذو كذلك، ماشي حنا نشوفوا غير المواعيد، مواعيد الناس اللي شدوا، ولا الناس اللي طبعوا نفرحوا معاهم، فرحوا مع هادو ونبكيو مع هادو ونوقفوا معاهم. هادو حتى هما هاد الاخوان هادو دايرين مجموعه ديال الناس اللي تأنوا لاو ليهم المواعيد وكيتحاوروا بيناتهم على الجديد، والناس كتطلبني كتقول يا خويا يونس الا عندك شي معلومه ولا شي حاجه فيدنا بها، رحنا دخلنا وما عرفنا ما نديرو. الحمد لله ان هاد الميساجات دابا بداو كيجيو ديال سمحوا لينا راه عطب تقني، ويكون خير ان شاء الله. وما تنساوش غدا ان شاء الله خذوا الروسيه ديالكم قراوهم، ونتمنى انكم تدخلوا للحصه وتخرج لكم كونطرا ان شاء الله. تحياتي لكم.